السيد الوالي الله يطول في عمر والدك، ووالدي كمان أخذها يعني من أبوه اللي هو جدي. جدي كان يشتغل بالمسلخ، يجي يعني بتذكر يحكي لنا أبوي كيف كان جدي كله دم، ثياب ودم وحاطة المستحد وجاي على البيت. فأبوي كمان طور شوي من مهنة، ما خلاها بس على السلخ والذبح، يعني فتح محل صغير وطور شوي شوي ملحمة. يعني كنا باليوم نبيع راس راسين ثلاثة. بعدين أنا كمان حبينا نطورها أكثر للمصلحة، يعني مهنة كويسة وبتطعم الخبز. كان دائما الوالد يقول لي يا ابني المهنة اللي ما بتغني بتستور، وفعلا كان كلامه مظبوط. بديت اشتغل بهالمصلحة هاي بحما، بتعرف اللحم عندنا كتير كان وخيرات بحما يعني معروفة. وفتحنا المحل واشتغلنا وطورنا المهنة، وتميت أنا اشتغل ارجع من المدرسة وفوت على الملحمة لعند أبوي دائما ساعده بالمهنة، يعني حبيتها كتير لهالمهنة هاي. الحقيقة كنت أنا مو كتير صاحبي أنا والمدرسة. أبوي كان اللي دائما يا ابني المدرسة كويسة وخليك بالمدرسة، وأنا كنت معند صراحة، يعني ما حبيتها كتير، يعني مع أني كنت مش شاطرين بالمدرسة بس حبيت هالمهنة هي أكتر واستمريت فيها. يعني بصراحة يعني مو كتير كنت صاحبي أنا والأساتذة، كنت دائما على مشاكل، وبتعرف اللحامين عندهم هالأسلوب هاي. يمكن هاي المهنة خلتني شوي يعني بالبداية خاف، يعني شوف دائما الذبح السكين، ابوي يذبح الخروف وجدي نفس الشيء هو يذبح الخروف، يعني فكان بالبدايه عندي خوف من هي المهنه يعني. بس بعدين لا يعني ابوي شجعني عليها وخلاني استمر فيها، وفعلا استمريت، تركت المدرسه ودخلت معه بالمهنه، وبعدين طورت حالي اكثر وطلعت برا. حتى لما يعني كبرت وصرت دخلت بدي اروح على الجيش، سالوني شو بتشتغل شو مهنتك يعني، فقلت لهم انا بشتغل لحام ومعلم مطعم. فعملوا لي فحص، ومثل ما بيعملوا القصابة لما بدهم يعملوا فحص مشان يروحوا على الحج عندنا، بتعرف انت سوريا، فعملوا لي فحص وجابوا لي الذبيحة وقطعت لهم اياها وشفيتها، ففرزوني عناد الضباط باللاذقية. بعد ما خلصت عسكريتي تعرفت على أبو رعد صاحب المطعم هون، تعرفت عليه بالشام صراحة، واجهته هنا حكى لي أنا بدي أفتح مطعم وملحمة ومشوى وهالشغلات هاي، فعرض علي الفكرة. هذا الكلام من 10 سنين يعني، عرض علي الفكرة وقلت له نطلع منجرب. قال لي هنيك رح تتطور حالك أكثر، وفيش أشياء عندنا يعني كمان موجودة يعني على مستوى فنادق وهالأمور هاي. قلت له ماشي الحال بطلع. فطلعت لهون وفتحنا هذا المطعم، فتحنا الملحمة واستمرينا فيها، وكل ما لعب تتطور. واستلمت القسم هون أنا، قسم الملحمة يعني، واستلمت الإدارة هون قسم الملحمة والمشوى، وأمورنا تمام الحمد لله. البلدي هو معروف يعني، اللحم السوري، اللحم العراقي، اللحم الأردني، البلدي، هذا اللحم مميز جدا يعني. بس في يعني نحن تعرفنا على أشياء تانية. صحيح إنه اللحم البلدي له رونقه الخاص، له ميزته الخاصة، له ريحته الخاصة، بس في كمان تعرفنا على لحم تاني يعني ما كان موجود عندنا، لأنه ما كان عندنا مستوى إنه التصدير والاستيراد موجود بسوريا. فهون موجود بالأردن يعني، موجود الأسترالي، موجود النيوزيلندي، موجود البرازيلي بأصنافه وأشكاله وأنواعه يعني. صحيح أنه كمان هذا موجود كلياته، بس كمان بيلعب دور اللحم البلدي، مع أنه هو يعني عايش عندنا على التبن، عايش على الشعير، عايش
واللحم هذا الأوروبي والمستورد صحيح إنه عايش على الخضار وعلى النعم وعلى المطر وعلى، بس مع ذلك اللحم البلدي يعني له رونقه خاص سبحان الله يعني. وأي إنسان مجرد إنه يشوف اللحم يعني ويشم ريحته بيعرف إنه هذا لحم بلدي. هلأ الملاحم عندنا بحماة يعني منتشرة لأنه شغلة ناس كتير يعني. بالأردن هون يعني موجود اللحم وهيك، بس بصراحة يعني ما صار إلا هيك رونقها الخاص، لأنه صارت موجودة بمولات، صارت موجودة يعني بمحلات الكبيرة، ما عاد كان الواحد يفوت لجوا ينقي اللحمة بإيده. هلأ صارت تجي اللحمة مفرومة يعني، صار ينقيها وما عارفان شو هي. بالنسبة للمعلم بيعرف شو هي اللحمة، مجرد إنه يشوفها يعرف إنه هي اللحمة كذا، حتى لو هي مقطعة، حتى لو هي مفرومة، بيعرف هي نوعها شو هي اللحمة، كانت عجل وإن كانت خروف، مدهنة ما مدهنة، يعني بيعرفها المعلم له طريقته الخاصة يعني، مو كل إنسان بيجي وبشوف إنه هي اللحمة أنا معلم فيها يعني، عرفت علي كيف؟ هلا بيحكوا عن اللحامين بيقول لك انه اللحام معروف بالغش يعني، وايده شوي يعني صليطه باللحمه، انت بتعرف هذا الموضوع يعني، وبكثر الجلاميط وبكثر الدهن وبيحط الدهن بالماكينه، فمو مو كل اصابعك يعني مثل بعضها. في ناس اخذه هاي المهنه ابا عن جد، اخذتها يعني عن تخدمها مشان تخدمك، تعطيها عشان تعطيك، مش عشان انه بس موضوع. في ناس تجاريه، موضوع مو كل ايدك يعني مو كل اصابعك مثل بعضها، مو موضوعنا تجاري، موضوعها انه الزبون يثق فيك. موضوع مش انه هلا انا بشتغل باللحم جوا بفرمه جوا يعني، ما بفرم قدام الزبون، بس مع ذلك الناس بتعرف وعندها ثقه يعني. وكثير ناس بتفوت لعنا لجوا انه فرم لي اللحمه قدامي، وبشوفوا هن وبشوفوا جوا شو عندنا، وبشوفوا شو اللحم وشو نظافته وشو هو. فمو كل موضوع انه بيقول لك انه اللحام غشاش، اللحام غشاش. بصراحة موجود هذا الشيء يعني، ما بنكذب، بس انه مو كل الناس هيك، مو كل الناس اصابع ايديك مثل بعضهم. هلا شوف عنا بحماة يعني الكباب والشقف واللحم يعني بشكل عام بتحس فيه له يعني رونق خاص، يمكن من نوع اللحم، يمكن من الأرض اللي عايش فيها اللي يعني الغنم وهالأمور هاي. فأنا لما طلعت لهون مريت على كذا مطعم، مريت على كذا ملحمة، شفت ودقت ولما شفت يعني في أمور منيحة وكويسة بالأردن يعني هون، بس بصراحة أنا حبيت الشيء اللي موجود بحماة اشتغله هون بالمكان اللي أنا موجود فيه حاليا بالأردن يعني. فالزبون لما بيجي لهون بيحس بطعم، يا أخي سوريا سوريا عم تذكرني لما بأكل الكباب عندك كأني عم بأكله بسوريا، تعرف أنت هذا الحكي يعني. فالشقف لما بنشتغلها مرات بتفوت على ملحمة بتاكل يعني شقف ولا شيء، بتحس فيها أساوي، بتحس فيها كذا. بيقولي أنت يا أخي شو عامل اللحمة طرية هيك شو؟ قال له أنا هاي حاطين لمساتنا الخاصة يعني. هلا كل الناس بتعرف تشوي، كل الناس بتعرف تشك سيخ كباب، بس فيها يعني لما بتشتغل فيها وبتتعمق فيها في فن بالموضوع. مو كل مين مثلا مسك السيخ، في ناس كثير بتجيني لهون بتقول لي انه انا اللحمه معي عم تفرط، فعادي هذا الموضوع، موضوع بده خبره. مو كل الناس يعني كمان فيها انه شك سيخ، هو صحيح موضوع بسيط جدا يعني، بس الموضوع فيه خبره، فيه حب للمهنه. احنا عندنا بحماة شوف الكباب بنحط له بس ملح وفلفل اسود بس، ما بنحط شيء للحمه غير هيك. فهون لقيت اختلاف ثاني بالأردن يعني، لقيت اختلافات ثانية وطريقتها حلوة كمان عجبتني يعني. فهون نحن بنحط اللحمة، بنحط لها اللية، وبنحط لها بقدونس، بنحط لها فلفل أخضر أصفر أحمر ألوان يعني، بنحط بصل ملح وفلفل أسود. ففي تغييرات، في كذا، شغلة حلوة كمان، الواحد الإنسان بيتطور بيتعلم كل شيء يعني.
بالنسبه للفروج هون عندنا، انا ما يعني بصراحه ما كنت اشتغل بالفروج خالص بسوريا، يعني انا ما كنت اشتغل غير باللحمه. فلما طلعت على الاردن تعلمت اشياء اكثر، دخلت بمجال الفروج، صرت اشتغل الفروج المشوي المحمر، صرت اشتغل الفروج اللي على الفحم، دجاج مشوي على الفحم، صرت اشتغل دجاج التركي بعده اصنافه، دجاج التكه، فاصناف كثيره تعلمتها بالاردن هون، يعني عرفت علي كيف. وصرت اعمل خلطات وطور منها كمان يعني، وصرت حتى وديها على سوريا، في اشياء ما كانت موجوده بسوريا، يعني دجاج التركي ما كان منتشر بسوريا، ووديت صرت اودي الخلطات هناك واشتغلوا منها يعني هناك. هلا السيد الوالد بيشتغل بهالمهنه كمان يعني بحماه يعني، وزود عليها الفروج، كان يشتغل بس باللحم وزود بالفروج، وعمل قسم كمان خبز تنور، فعمل مطعم كثير حلو يعني ومرتب. انا ما حصرت حالي بمصلحه وحده او مهنه معينه، يعني ما وقفت اني بس اشتغل على المشاوي او باللحم او بالاقصابه، لا. هلا نظام المطاعم بشكل عام لما تدخل مطعم بيكون ممكن يكون في قسم مثلا قسم الملحمه الشغل عليه عادي، بتروح على قسم الشاورما مثلا في عليه ضغط في عليه ازمه، ففورا ابو عبده تعال بالله معنا، ففورا برقد برمي حالي انه لازم اوقف على السيخ واقشر وبشتغل. انا ما حصرت حالي بمهنه معينه، يعني على الشاورما بروح برقد مثلا بصير بقشر، بصير بلف السندويشات، على البروستد مثلا صار في ازمه بروح على البروستد بصير بطحن بنزل بالماكينه، على السناكات انا يعني مثل ما حكيت لك انا ما قفلتها يعني انه عند بس المشوي، لا. مهنه الطبخ ومهنه الاكل ومهنه المطاعم بحر واسع، فلازم تدخل بكل شيء، ما لازم يكونك ضعيف بشيء، وين ما حطوك بدك تكونك مثل الطبق الصيني لحتى تدخل بهالمهنه هي، عرفت علي كيف؟ طورت حالي اكثر وصرت اطلع على قنوات تلفزيونيه يعني بالاردن هون، صار كمان في يعني اعمل فقرات برنامج صباحيه فطور، اوقات على الغداء يعني كمان نعمل برنامج طبخ او ما شابه او شغل شوي او اشياء كثير يعني بشغل بيعتمد على المطابخ يعني. هلا مثل ما بيقول المثل بيقول لك الثبات نبات، عرفت علي شلون؟ وانا من نوع بحب اني اكون ثابت بمكاني، مو ثابت باحصر شغلي، لا، ثابت اني اطور حالي وطور وضعي اكثر، بس انا ما بحب التنقل من مكان لمكان لمكان، عرفت علي شلون؟ فيعني مبدا انه انا صار لي هون 10 سنوات، فهذا دليل انه الناس بتحبني ومعلميني بيحبوني، اصحاب الشغل بيحبوني، الشباب اللي بيشتغل انا وياهم بنحب بعضنا، وانا هون بالوضع اللي انا فيه يعني كثير مرتاح الحمد لله رب العالمين، وهذا الشيء يعني مش اللي بينعكس علي، فانا يعني لما بكون منيح مع الناس وهي الناس كمان بتكون منيحه معي، فاي شيء انت بتتصرفه هذا الشيء بينعكس عليك انت يعني، والحمد لله رب العالمين. هون مثل ما حكيت لك يعني الناس كلها مثل اخوه الي يعني، وانا اخوهم، بحترم الكبير وبعطف على الصغير، كثير الحمد لله مرتاح بالعمل هون يعني. والأردن هون مثل ما حكيت لك هي بلدي الثاني يعني، ومنطقة الفحيص هون يعني خلص يعني اعتبرها حارتي يعني، عرفت علي كيف؟ فالناس هون كلها بالنسبة لي إخوة يعني، كلهم أهلي وكلهم ناسي. صحيح أنا متغرب عن سوريا، وإن شاء الله هيك الله كريم بنرجع يعني، الله كريم يعني، بس يعني هون حاسس حالي إنه ماني متغرب يعني بالمرة. خبرني أبو زياد صاحب المطعم، قال لي فادي أريدك يمنا مطعم بالفحيص. قلت له أنا ما أقدر أجي يعني هناك مرتاح، وتعلمت على الشباب تعلمت على المدراء. قال لي راح تجي يمي راح تتعلم أكثر من أبو عبدو وراح ترتاح ويا أبو عبدو. قلت له راح أجي أجرب يوم يومين، إذا ما عجبني الشغل أرجع على الفرع. قال لي طيب ماشي. جيت بلشت أول يوم، من أول يوم حبيت لأبو عبدو، حكوا لي عنه الشباب هنا، قالوا لي الولد محترم وزين ومرتب شغله نظيف، اشتغلت وياه وما شاء الله عليه يعني شغله هوايه حلو، هوايه حلو، على المشاوي على الدجاج على الكباب ريش شقر ودجاج شواي على الطبايخ منسف رز، تعلمت كل شيء منه ما شاء الله عليه، هو معلم ويصار لي معه 2 تقريبا.
ابو عبده من الناس الشخصيات المحترمه جدا، ولو احتاجت اي شيء بتلاقي ابو عبده هلا في ظهرك يعني سند لك، ولو بصير شغله بينه وبين صاحب المطعم نفسه بصير ابو عبده يعني يلطف في الجو وهيك، يقول ابو صلاح زلمه كويس وهو خبز المحل وهيك، فبنصير انا وابو عبده يعني دائما مع بعض تملي دائما احباب. كست الشاي الصبح، بس الصبحيات هيك اول ما نفتح المحل قبل اللي هو يجي بعشر دقائق بكون انا مسوي غلايه الشاي، بس يجي بكون انا مسوي كاستي وكاستو وبعدين نشرب الشاي وبعدين نعتمد على الله. انا تعلمت من ابو عبده الاكلات السوريه، يعني مثلا في اشياء كتير سوريه زي الكبه مثلا، ابو عبده كتير شاطر فيها، الكبه اللي على الفحم تعلمتها منه. طبعا ابو عبده ما بقصر معك في اي حاجه برضك، ان انا اشتغلت معاه اساله على اي معلومه ما بقول لي لا، اي معلومه ما بقصر، فما شاء الله عليكم يعني ان هو انسان كويس. سمعة الشيف او سمعة المطعم بتنعكس على سمعة الشيف، يعني اصحاب المحل مأمنينك بشغلك، سلموك ارزاقهم وهذا الرزق انت بدك تحافظ عليه. يعني مو مثلا صاحب المحل اعطاك هاللحمة هاي وقال لك اشتغل وخلص، صاحب المحل بده يطور محله، بده يزبط وضعه اكثر، فانت لما بتدير بالك على شغلك وكونك امين بشغلك، الامانة مو بس بالمصاري، الامانة بالشغل كمان، لما انت بتشتغل بصدق وامانه فهذا الشيء كمان بينعكس عليك، بينعكس على المطعم اللي انت شغال فيه، بتلاقي الزبون كيف بيجي وهو مبتسم وهو عارف شو بده ياخذ من عندك، عارف انه اللحم اللي عم بياخده نظيف. كل انسان عنده حلم، وأنا واحد من هالناس عندي كمان حلم، وحلم أي شيف أنه يطلع يكون لحاله، يكون عنده مطعم، يوسع أموره، يوصل لمرحلة أنه عنده سلسلة مطاعم. وأنا بإذن رب العالمين يعني لقدام إن شاء الله ناوي أنه بداية أكون يعني أفتح شراكة بداية مع الناس اللي بيشتغل معاهم، نفتح مطاعم لحالنا مثلاً، أطور أموري أكثر، وإن شاء الله بالأيام إذا رجعت على سوريا يعني يكون يعني عندي مطعم لحالي بحماة بنص المدينة بإذن رب العالمين، يعني عرفت علي كيف، ويكون ما ناقص شيء بقلبه كامل وحط بقلبه طاقم كامل، عرفت علي كيف، ونطور أمورنا مشان بإذن رب العالمين من نقطة حماة نوسع أكثر لبرا وفروعة أكثر، فهذا حلمي يعني بالأيام إن شاء الله.